ثم فروع يحرم على كل عهد غرس شجر في شارع. أو ولو لعموم النفع للمسلمين، لا يجوز. لماذا؟ لأن الشارع الطريق ليس لغرس الأشجار، لو غرس هناك يتضرر بالشجر الناس، هذا ليس غرس الشجر في حاشية الطريق بل في الطريق نفسه. نعم. عندئذ يتأذى الناس، لذلك يحرم. ممكن هو غرس الشجر لعموم النفع للمسلمين، لعموم النفع للمسلمين. هذا عموم النفع للمسلمين، مثلا كل يستظلون بهذه بظل الشجرة، أو يأخذون ثمرة هذه الشجرة يأكلون، هكذا. هذا حرام كبناء دكة، وهو أيضا حرام. هذا نظير لهذا الأمر الحرام، بناء دكة. دكة يعني المقعد المرتفع، مقعد مرتفع يبنى في الطريق، هذا أيضا حرام. وإن لم يضر فيه، ممكن هذا البناء لا يضر فيه في الشارع، ما ذلك يحرم. يعني هذا الضرر لو لم يحصل الضرر حالا، ممكن أن يحصل الضرر مآلا، لذلك. ولو لذلك أيضا الدكة لعموم النفع للمسلمين، يعني كل من يمر يجلس عليه يستريح قليلا ثم يذهب، فإذا ينتفع به المسلمون، ما ذلك يحرم لأجل مظنة التأذي. وإن اندفى الضرر ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه له بل يكره. من ذا؟ لم يصل إلى هذا. وإن اندفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره ويحرم. فإذن غرس الشجر في الشارع حرام، بناء دكة حرام، ثم بعد ذلك ذكر غاية لهذه الحرمة وإن لم يضر فيه. ولو لذلك، ولو لذلك يعني ولو لعموم النفع للمسلمين أيضا يحرم. وإن اندفى الضرر أيضا يحرم حالا، لماذا؟ يمكن أن يضره مآلا. أو كانت الدكة بفناء داره، يعني أمام داره، أمام فناء داره، لكن في الشارع يحرم. ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين، بالمسجد يعني بداخل المسجد، هذا ليس بفناء المسجد، لا، بل في داخل المسجد يجوز الغرس للمسلمين، معناه لعموم النفع للمسلمين، هم يستظلون أو يعني يأكلون ثمرته، هكذا. كل ما يأتي يقتطف ثمرا ثمرا يأكل. أو ليصرف رائعه، أو ليصرف رائعه، رائع يعني الغلة له للمسجد، للمسجد يعني لعمارة المسجد، هكذا. ومع ذلك يكره، ليس حراما بل مكروه. ماذا سألت؟ سألت؟ نعم، يعني ذكرت يحل الغرس بالمسجد، يعني في المسجد. نعم. يقصد داخل المسجد أو رحبته؟ لا، داخل المسجد. داخل المسجد.